السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير حلوى بالشوكولات. كتجي هشيشة كتذوب في الفم وبمكونات جد بسيطة واقتصادية. جربوها بعينكم مغمضين وردوا عليا في الكومنتر. وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي دعموني بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. إذن على بركة الله ندوزو للمقادير. كنحتاجو الدقيق أبيض ديال الحلويات نوعية ممتازة. كنحتاجو 250 غرام ديال الزبدة اللينة، بيضة واحدة، نصف كاس ديال العنبة ديال زيت نباتية، كاس ديال السكر صقيل، قبصة ديال الملحة، و لاغوم ديال اللوز أو أي نكهة حبيتو. كنبداو بالزبدة. كما كتشوفو هي لينة بدرجة حرارة المطبخ. ممكن كذلك نستعملو الزبدة الأخرى ديال العبر. كنضيفو سكر صقيل، الا ما كانش عندكم ممكن تستعملوا سكر سنيدة وطحنوه. وكنبقاو نمسو فيه حتى تخلط مع ديك الزبدة. كنبقاو مستمرين في هذه العملية حتى نحصلوا على واحد الخليط بحال شكل ديال البومادة. كنزيدو كاس نصف كاس ديال الزيت نباتية. كنبقاو مستمرين في دمج هاد العناصر بشكل جيد. كنضيفو بيضة كاملة وحنا مستمرين في دمج هاد المكونات. وكنضيفو كذلك ديك القبصة ديال الملحة، واحد شوية ديال النكهة ديال اللوز. وكنبقاو نضيفو في الدقيق شوية بشوية. خصنا نحصلو على عجينة تكون لينة، ما تكونش عقدة بزاف وما تكونش مطلوقة بزاف، يعني تكون متوسطة في الليونة ديالها. بالنسبة للدقيق تقريبا ما بين 400 غرام حتى 500 غرام على حسب نوعية الدقيق اللي عندنا.
كما كتشوفوا هو العجين ديالنا بدا كيتجمع. اذا في هذا القياس كنخليه في هذا القياس ديال اللويونة، كنقسموا العجين ديالنا لثلاثة ديال الكرات، كنحطوه في بلاستيك غذائي، كندخلوه للثلاجة يرتاح واحد شوية مدة ديال ساعتين او اكثر. يقدر يبقى حتى ليلة كاملة لاننا ما درناش فيه الخميرة ديال الحلوة، يعني قد ما ارتاح قد ما تعطي نتيجة مزيانة. التزيين ديال الحلوة ديالنا غنحتاجو كاوكاو مهرمش، غنوريكم الطريقة ديال باش نقليه في الفرن. إذا ما نحتاجش هاد الكمية كاملها وإنما جزء منها، كنبداو أولا بالتنقية ديالو من الحجر اللي يقدر تكون فيه. إذا بعد ما دخلناه الفرن كيكون على هاد الشكل هكذا بهاد اللون، باش نحيدو ليه القشرة ديالو انا كنستعمل هاد الطريقة، كنوضعو في واحد البلاستيكة نوريكم الطريقة سهلة باش تفسخوها وتحيدو ليه ديك القشرة ديالو. كنحاولوا نسدو هذيك البلاستيكه، نخويوها نفرغوها من الهواء اللي فيها باش تسد لكم، وكنبقاو نفركو فيها على هاد الشكل. بهاد الطريقه هكذا دغيا كي ديك القشور كتحيد. اذا بعد ما الكاوكاو ديالنا ولا على هذا الشكل، كننسفوه بالطريقه القديمه اللي كنسفو بها يعني الحبوب كاملين، باش كنزولو هذيك القشور كننسفو بهذا الشكل، وكنبقاو نصدو عليها باش القشور كتستا. اذا الكاوكاو ديالنا هو ولا تنقى من القشور كاملين، كناخدو منه الكيمياء اللي غادي نحتاجو في التزيين. بالنسبه للتهرميش ديال هذا الكاوكاو انا كنستعمل هذه الطريقه، كنوضعو في بلاستيكه، وكناخد المدلك او اي شي حاجه ثقيله، كنبقى تندقو بالشكل اللي يخلي لنا الحبيبات متوسطين، يعني ما يكونوش مطحونين بزاف وما يكونوش ما يبقاش هذوك الحبيبات صاينين. اذا هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. اذا كناخذوا العجين ديالنا اللي تيكون ارتاح، وكنعاودو نبداو نعجنو فيه واحد شويه باش يسترجع ديك الليونه ديالو، لانه كان في الثلاجه يعني ديك المارغرين تتكون بدات كتقصح، وكنشكلو على شكل كويرات صغار على هذا الشكل في هذا القياس، وكنحطوها فوق بابي كويسون اللي حطيناه على الطاوله اللي غادي ندخلو للفران.
كنستمر على هذه العملية حتى نسالي العجين ديالنا كامله. ندخلو الطاوة ديالنا للفران على درجة حرارة متوسطة تزيد تحمر. في هذه الأثناء نقوم بتحضير الشوكولات في حمام مريم. نضعوا الماء تتيغلى، نضعوا فوق واحد الكاسرول واحد أخرى، ونضعوا فيها تقريبا نصف بكية ديال الشوكولات مربع. ممكن نستعملوا أي نوعية ديال الشوكولات اللي بغينا. كنضيف عليها جوج ديال المعالق ديال الزيت النباتية، كنبقاو كنحركو حتى يدوب لينا الشوكولات. الشوكولات ديالنا من بعد ما داب كنضيفو عليه واحد الكمية من كاكاو مهرمش. كنبقاو ندمجو فيهم حتى يتخلط كاكاو مع الشوكولات مزيان. كناخدو هادوك الغريبات اللي ديجا خرجنا من الفرن اللي تيكونوا على هاد الشكل مذهبين، وكنبقاو نغمسوهم في الشوكولات والكاكاو حتى يتشربوا مزيان. كنهزوهم بواحد الفرشاة وحنا كنصفيو داك الشوكولات الزائد، وكنوضعوهم في الطاولة ديالنا. كنبقاو مستمرين بهذه العملية حتى نكملوا الغريبات ديالنا كاملين. بالنسبة للشوكولات كنخليوه في هذيك فوق هذيك الكاسرونة اللي فيها الماء سخون باش كتبقى محافظة على درجات الحرارة اللي تخلي الشوكولات دايب حتى تنساليو هذه العملية كاملة. هذه هي الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا ديال الشوكولات. كنحطوها في قويعطات وكنقدموها على هذا الشكل. كتجي لذيذة شيشة وكتذوب في الفم. وكما شفتوا المكونات جد اقتصادية. كنتمنى ان هذا الحلوات تعجبكم، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير.